مشاهدينا، فيديو إنقاذ أشخاص من الغرق عبر طيار شراعي في الجزائر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، فلنتابع. هذا الفيديو مشاهدينا من شاطئ مالبو بولاية بجاية، وظهر طيار الشراعي في وقت كان مجموعة من المنقذين يحاولون إنقاذ طفل من الغرق، لكنهم عجزوا في البداية طبعا ليرتفع الطيار فوقهم ويمدهم على مرتين بالعوامات التي مكنتهم من الاستنجاد بها أو من إنقاذها مشاهدينا من الغرق. طبعا هذا جنب الجميع وقوع كارثة طبعا، وللمعلومة هذه الوسيلة تعتبر جديدة جدا في الشواطئ الجزائرية.